ذات الجبل والعيش المشترك في هذه المنطقة مسائل أكدها الوزير السابق ويام وهاب خلال زيارته قصر بعبدة على رأس وفد من مشايخ طائفة الموحدين الدروز. الرئيس عون دعا الوفد للعمل سويا لبناء الوطن انطلاقا من الجبل، مؤكدا أن ما من أحد سيعكر العلاقة بين المسيحيين والدروز، وأن الشواذات التي حصلت كانت خطأ تاريخيا ولن يتكرر. ما في شيء رح بيعكر العلاقة بيناتنا كما بنقول، لبل سوا بدنا نبني الوطن وخصوصا الجبل. هذا الجبل هو المعقل يلي حافظ عليكم وحافظ علينا بالايام الصعبه، يلي هو العمود الفقري تبع لبنان، يلي بيجمع الساحل وبيجمع السهل، وبدونه ما في لبنان. ان شاء الله ما رح نصدمكم ورح نعمل كل جهدنا، وان شاء الله الايام اللي جايه بتبرهن، لان الشوازات اللي صارت بالبلد ووصلتنا على الحضيض حاليا ما رح بقى تستمر ولا بشكل من الاشكال. هيدا معنى حربنا بهالايام على الفساد وعلى الفلتان اللي صاير بالبلد. القانون النسبي هو الذي يحقق هذه العدالة. لا مشكلة في موضوع الدوائر إذا كانت على أساس المحافظات أو جرى زيادة عدد الدوائر الانتخابية، ولكن قانون النسبية هو الذي يحقق العدالة. لدى الأشخاص هواجس غير هواجس الطوائف، يجب أن نفصل بين هواجس الأشخاص وهواجس الطوائف. ليس لدى الطائفة الدرزية أي هواجس، وأنا متأكد بأن فخامة الرئيس يدرك موقع طائفة الموحدين الدروز في هذا الكيان اللبناني، يدرك الدور الذي لعبه الدروز في هذا الكيان اللبناني، وهو حريص على هذه العلاقة وليس هناك أي استهداف للطائفة. واستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال جوزيف فوتل، كما التقى المدير الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان الرئيس عون قد استقبل أيضا المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ووزير البيئة طارق الخطيب.